أعزائنا المتابعين، أهلاً ومرحباً بكم في رحلتنا اليوم، والتي سنشرح فيها مراحل تطور الجنين مع شرح تفصيلي لكل شهر من أشهر الحمل بدءاً من التلقيح وحتى الولادة. بداية، لابد أن نبين أنه لم يستطع العلم أن يصل بنا إلى كيفية التطور من الماء المهين إلى العلقة ثم المضغة ثم العظام فاللحم فتكوين الجنين متكاملاً حاملاً للصفات الوراثية من ملامح وخصائص، ثم ماهية الروح وكيف تنفخ في الجنين. فكل ما استطاع العلم الوصول إليه هو وصف المشاهد التي تحدث، أما الأسرار الخفية فعلمها عند الله سبحانه وتعالى وحده، والذي أخبرنا قبل أكثر من 1400 عام في قرآنه المبين وبشكل دقيق عن مراحل الخلق وتطور الأجنة، عندما لم يكن الإنسان حينها يملك أدوات البحث والمعرفة والاستكشاف، فسبحان الله عما يصفون. يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. فسبحان من خلق وصور وأبدع، وهو وحده العالم بخلقه. والآن دعونا نبدأ بوصف المشاهد التي تحدث في رحلة تكوين الجنين. يبدأ الحمل الفعلي عند تلقيح البويضة خلال فترة التبويض، وهو ما يعرف بالعمر التلقيحي، ولكن لعدم معرفة أغلب النساء بوقت حدوث التبويض، فإنه يتم حساب عمر الحمل منذ بدء آخر دورة شهرية طبيعية للمرأة، وهو ما يعرف بعمر الحيض. يتم شهرياً إفراز عدد من البويضات من المبيض، تتطور هذه البويضات في أكياس مملوءة بالسوائل تدعى الجريبات، ويتم اختيار أحد هذه الجريبات لتكمل نموها، بينما يتم التخلص من الجريبات الأخرى. يفرز الجريب البالغ البويضة خلال عملية التبويض، والتي تحدث عادة قبل موعد الدورة الشهرية القادمة بأسبوعين، ويتطور الجريب الفارغ إلى تركيب يدعى الجسم الأصفر، حيث يقوم بإفراز هرموني البروجسترون والإستروجين، مما يساعد بطانة الرحم على استقبال الجنين، وبذلك تبدأ مراحل تكوين الجنين في الرحم. يحدث الإخصاب غالباً بعد أسبوعين من آخر دورة شهرية، وعند اختراق حيوان منوي للبويضة يحدث تغير في التركيب البروتيني الذي يغطي البويضة، بحيث يمنع اختراق حيوانات منوية أخرى لها. وفي لحظة التلقيح يكتمل البناء الجيني للجنين بما في ذلك جنسه. تبدأ المشيمة بإفراز هرمون الحمل، وهو الهرمون الذي يستخدم في الكشف عن الحمل في أجهزة فحص الحمل المنزلية، وعادة ما يتطلب 3 إلى 4 أسابيع من وقت آخر دورة، وذلك حتى يحصل ارتفاع في نسبة الهرمون بشكل كافي ليتم الكشف عنه. تكوين الجنين في الشهر الأول من الحمل. قد تتساءل الأم متى يبدأ تكوين الجنين؟ تبدأ مراحل تكوين الجنين علمياً بعد تلقيح البويضة. بعد حدوث التلقيح تبدأ البويضة الملقحة والتي تعرف بالكيسة الأريمية خلال 24 ساعة من التلقيح بالانقسام بشكل سريع إلى عدة خلايا، تبقى في قناة فالوب 3 أيام تقريباً،
تكمل البويضة الملقحة الانقسام خلال مرورها بالقناة وصولاً إلى الرحم، ويحدث ما يعرف بعملية التعشيش أو انغراس البويضة المخصبة، بحيث تلتصق البويضة بجدار الرحم قريباً من جزئه العلوي عادةً بعد أن تكون قد تخلصت من الغلاف الذي كان يحميها. يزيد سمك جدار الرحم بسبب التصاق البويضة الملقحة به، ويتم غلق عنق الرحم بطبقة من المخاط. مع نمو البويضة الملقحة ينمو الجنين ويتطور في تركيب يسمى الغشاء الأمينوسي، الذي يمتلئ تدريجياً بسائل يدعى السائل الأمينوسي، والذي يوفر الحماية للجنين خلال مراحل تطوره. في هذه المرحلة أيضاً تتكون المشيمة التي تقوم بنقل المواد الغذائية من الأم للجنين وتنقل فضلاته أيضاً. يبدأ تكون وجه أولي للطفل مع ظهور تجويفين داكنين للعيون، كما يبدأ الفم والفك السفلي والحلق بالتكون. تبدأ خلايا الدم بأخذ شكلها والانطلاق في الدورة الدموية، حيث يتشكل قلب صغير ينبض بمعدل 65 نبضة في نهاية الأسبوع الرابع. نمو الجنين في الشهر الثاني من الحمل. تستمر ملامح الوجه بالتطور، وتبدأ الأذنان بشكل تجويف صغير على جوانب الرأس. تنمو أجزاء صغيرة تشكل لاحقاً اليدين والرجلين، كما تتشكل أصابع اليدين والقدمين والعيون. يتكون أيضاً في هذه المرحلة الأنبوب العصبي، والذي يضم الدماغ والحبل الشوكي وأنسجة عصبية تابعة للجهاز العصبي المركزي. وتبدأ العظام باستبدال الغضاريف. في غضون الأسبوع السادس يصبح بالإمكان الكشف عن نبض الجنين، حيث قد تصل النبضات من 110 إلى 120 نبضة في الدقيقة. تبدأ القصبات والشعب الهوائية في الرئتين بالتكون في غضون الأسبوع السابع، ويكون الرأس في هذا الوقت كبيراً بالنسبة لباقي الجسم. وتبدأ القناة الهضمية بالتطور. تعتبر هذه الفترة من أهم الفترات الحيوية في تطور الجنين، والتي تمتد من الأسبوع الخامس إلى الأسبوع العاشر، إذ تظهر معظم التشوهات الخلقية خلال هذه الفترة، والتي غالباً ما تكون مجهولة السبب. والجدير بالذكر أن الجنين خلال أول شهرين من الحمل يسمى المضغة. نمو الجنين في الشهر الثالث من الحمل. يكتمل نمو اليدين والقدمين والأصابع، وتبدأ الأظافر والبصمات بالتكون، وتتشكل الأذن الخارجية. يصبح الجنين قادراً على فتح وإغلاق قبضتيه وفمه، ويصبح قادراً على البلع. تنمو بدايات الأسنان، وتتشكل أعضاء الجنين التناسلية، ولكن يكون من الصعب تحديد جنس الجنين باستخدام الموجات فوق الصوتية. تصل نبضات القلب إلى 170 نبضة في الدقيقة، ويبدأ الجنين في نهاية الشهر بالتحرك، وتكون جميع الأعضاء والأطراف قد تكونت وتستمر بالتطور. يبدأ البنكرياس بإفراز الأنسولين، وتنتج الكليتان الباول والكبد المادة الصفراء. نمو الجنين في الشهر الرابع من الحمل. يمكن الآن سماع صوت نبض الجنين باستخدام جهاز الدوبلر، وتكون أظافر اليدين والقدمين قد تشكلت جيدا، كما تتشكل الجفون والرموش والحواجب والشعر، وتزيد كثافة العظام والأسنان، ويصبح الجنين قادراً على التمدد والتثاؤب وحتى مص أصابعه، وتستطيع بعض الأمهات الشعور بحركة الجنين. يبدأ الجهاز العصبي بالعمل، وتتطور الأعضاء التناسلية بشكل كامل، ويصبح بالإمكان تحديد جنس الجنين باستخدام الموجات فوق الصوتية.
نمو الجنين في الشهر الخامس من الحمل. تبدأ العضلات بالتطور، حيث تستطيع نسبة أكبر من الأمهات الشعور بحركة الجنين أثناء تحريك العضلات. يبدأ شعر الرأس بالنمو، ويغطي الأكتاف والظهر شعر ناعم رفيع لحماية الجنين، والذي غالباً ما يسقط بعد أول أسبوع من الولادة. تظهر طبقة تتكون من مادة بيضاء على الجلد تسمى بالطلاء الجبني أو الدهني، ويعتقد أن لها دور في حماية جلد الجنين من التعرض الطويل للسائل الأمينوسي، والتي تسقط عن الجلد قبل الولادة. يبدأ تطور حاسة السمع، حيث يبدأ الجنين بالاستجابة للأصوات. تطور الجنين في الشهر السادس من الحمل. يستطيع الجنين الآن الاستجابة للأصوات المحيطة بالأم عن طريق الحركة أو زيادة نبضات القلب، كما يستطيع فتح وإغلاق الجفون. يظهر الجلد بشكل مجعد محمر اللون، وتكون الأوردة الدموية ظاهرة من خلال الجلد الشفاف. وفي حال الولادة المبكرة بعد الأسبوع 23، قد يبقى الطفل على قيد الحياة تحت العناية المركزة. نمو الجنين في الشهر السابع من الحمل. يقوم الجنين باستنشاق السائل الأمينوسي وإخراجه، الأمر الذي يساعد على تطور الرئتين، ويدرب الجنين على التنفس عند الولادة. يستمر نمو الجنين وتخزينه للدهون، ويكتمل تطور حاسة السمع لديه، ويقوم بتغيير موضعه بشكل مستمر، ويستجيب للمؤثرات كالصوت والألم والضوء نتيجة تطور حاسة الإبصار لدى الجنين، ويبدأ السائل الأمينوسي بالتضاؤل. نمو الجنين في الشهر الثامن من الحمل. يستمر نمو الجنين وتخزينه للدهون، وقد تلاحظ الأم أن الجنين يتحرك ويدفع جدار الرحم أكثر من قبل. يستمر تطور الدماغ بشكل سريع، حيث يزداد حجم الرأس ويصبح الجنين قادراً على السمع والإبصار. تكون أغلب الأعضاء الداخلية مكتملة النمو، باستثناء الرئتين التي قد تكون لا تزال غير مكتملة. تبدأ الأم بكسب الوزن بمعدل نصف كيلو أسبوعياً ابتداءً من الأسبوع 32، حيث يذهب نصف هذا الوزن للجنين، الذي يكسب ثلث إلى نصف وزنه عند الولادة خلال الأسابيع القليلة التالية. نمو الجنين في الشهر التاسع من الحمل. يستمر الجنين بالنمو والتطور، وتكون الرئتان الآن شبه مكتملات النمو، وحركات الجنين أكثر انتظاماً، إذ يستطيع أن يرمش أو يغمز أو يغلق عينيه، ويحرك رأسه ويحكم قبضة يديه، ويستجيب للأصوات والأضواء واللمسات. يكتمل نمو الكليتين في هذه المرحلة، ويصبح الكبد قادراً على معالجة بعض الفضلات، ويخسر الجنين معظم الطلاء الجبني الذي يغطي الجلد. يستمر نمو الرئتين والدماغ في الأسابيع 37 و39 من الحمل، ويبدأ ظهور لون العينين بالأسبوع 38، ولكنه لون غير ثابت، حيث تكون قزحيتا العينين غير مصبوغة بالكامل، ولا يظهر لونها الحقيقي إلا بعد مضي ما يقارب السنة من عمر الطفل. قد تلاحظ الأم في هذه المرحلة أن حركة الجنين أصبحت أقل، وذلك أن الجنين نما وأصبح الرحم أضيق. تبدأ وضعية الجنين في الرحم بالتغير استعداداً للولادة، حيث يصبح رأس الجنين للأسفل باتجاه قناة الولادة. يكون الجنين مكتمل النمو مع حلول الأسبوع 39، ويستمر بتخزين الدهون لتنظيم حرارته والحفاظ عليها في العالم الخارجي. وبهذا نكون قد أكملنا رحلتنا مع الجنين،
من الشهر الأول وحتى الولادة. كما ذكرنا سابقاً، لم يستطع العلم أن يصل بنا إلى كيفية التطور، وكل ما استطاع الوصول إليه هو وصف المشاهد التي تحدث. أما الأسرار الخفية فعلمها عند الله سبحانه وتعالى وحده. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه في هذا الفيديو. إن أعجبكم المحتوى نرجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس ودعم القناة. دمتم في أمان الله. الصوت الفريد عندما ينسج الصوت معنى الحرف.